في هذه الجولة، حزب الوسط يتقدم إلى مجلس الشورى بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب. كانت هذه أبرز العناوين التي سنناقشها في هذه الجولة الإخبارية، وهذا فاصل مع عناوين عدد من صحف القاهرة الصادرة اليوم. نعود بعده لنبدأ هذه الجولة الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. في بداية هذه الجولة الإخبارية نذهب إلى الإسكندرية، حيث الزميل أحمد جودة ليطلعنا على الموقف هناك. أحمد، هل أنت معنا؟ نعم دوحة، أسمعك جيدا. أحمد، أين أنت وما الذي يحدث حولك بالتحديد؟ يعني أنا الآن بالقرب من محيط على كورنيش الإسكندرية، بالقرب من محيط مسجد القائد إبراهيم. أود أن أضعك في الصورة وأضع المشاهدين لليوم، حيث دعا عدد من التيارات السياسية هنا في الإسكندرية، التيارات المدنية بالطبع، حزب الدستور، التيار الشعبي. هذه التيارات دائما ما تجتمع يوم الجمعة في تظاهرات من مسجد القائد إبراهيم. الدعوة اليوم عنوان تظاهرة افضحوهم. هذه الدعوة التي قام بها عدد من هذه التيارات ستخرج بعد صلاة الجمعة. الآن هم متجمعون، سيخرجون في مسيرات إلى المنطقة الشمالية. هذه الدعوة ردا على الأحداث الأخيرة فيما يجري في البلاد. افضحوهم يقصدوا النظام ويقصدوا الرئاسة على حد تعبيرهم وعلى حد وصفهم. أود تنويه أنه قبل صلاة الجمعة بحوالي نصف ساعة كانت هناك سيارة شرطة تمر على كورنيش الإسكندرية هنا في بالقرب من محيط مسجد القائد إبراهيم. هذه السيارة كانت تسير بأمان، ولكن اعترضها بعض المحتجين، قاموا بإلقاء الطوب والحجارة على هذه السيارة، وتم تهشيم السيارة كاملة، وتم من قبل المحتجين نزول قائد السيارة وأحد ضباط الشرطة، وقام عدد من المحتجين بأخذ هذه السيارة، وتم المرور في محيط قائد إبراهيم بفرحة عارمة وسط هؤلاء المحتجين. ولكن هذا الأمر أساء بعض المتظاهرون الواقفون على ضفاف محيط مسجد القائد إبراهيم، وقالوا لضابط الشرطة أننا يعني سنحاول إعادة السيارة مرة أخرى لك. وبالفعل ما هي إلا دقائق معدودة، يعني حوالي 10 دقائق، وقام هؤلاء المتظاهرين السلميين
بإرجاع سيارة الشرطة لضابط الشرطة بعد أن تهشمت تماما، ومر ضابط الشرطة ومرت السيارة إلى طريقها. يعني هذه هي الأحداث حتى الساعات، والآن التجمع من العشرات في انتظار التجمع الأكثر حتى تكون مسيرة متجهة إلى المنطقة الشمالية تجوب كل أحياء الأسكندرية. أحمد، هذه التظاهرة التي أخذت هذا العنوان افضحوهم، هل هناك لافتات أو هتافات معينة في هذه التظاهرة؟ يعني بالطبع ضحى، هي اللافتات يعني كل أسبوع يعني في مسجد القائد إبراهيم هي نفس الهتافات. البعض مستاء من حكم الإخوان المسلمين، البعض مستاء من أحداث الشرطة الأخيرة. هناك بالطبع هتافات معادية للداخلية نظرا للأحداث التي تحدث في محافظة بورسعيد ومدينة المنصورة. الأحداث بالطبع أثرت كثيرا هنا في الأسكندرية على الأجواء العامة لجموع المتظاهرين من التيارات والأحزاب المختلفة، مستائين جدا مما يحدث، يريدون حل قاطع للأحداث. الآن هم واقفون كما ذكرت لك ضحى في حال التأهب للمسيرة التي ستكون متجهة إلى المنطقة الشمالية. هل هناك أي تواجد أمني في قريب من التظاهرة؟ يعني منذ الصباح ونجوب بالكاميرا، يعني التواجد الشرطي في الإسكندرية يعني أقل بكثير من الأيام السابقة، ومحيط بالطبع مسجد القائد إبراهيم لا يوجد أي سيارات شرطة تماما. حتى على الكورنيش لم نلاحظ وجود سيارات أمن مركزي. السيارة الوحيدة التي كانت تمر بالصدفة هي التي قام عدد، كما ذكرت لك سالفا، قام عدد من المحتجين وليس المتظاهرين. يعني كانوا محتجين ملثمين، ولكن المتظاهرين قاموا بإقناعهم بإرجاع سيارة الشرطة كما ذكرت لك سالفا. ولكن واضح من الكلام اللي بتقوله يا أحمد أنه الأمور تمر بسلام في محيط مسجد القائد إبراهيم، يعني من كانوا يصلون بالداخل لم يشتبكوا مع التظاهرة بالخارج، وأن الأمور تسير بهدوء عادي. نعم طبعا بالطبع، حتى هذه اللحظات ضحى يعني الهدوء هو سمة الموقف حاليا، لا يوجد أي اشتباكات بين المصلين داخل المسجد بعد صلاة الجمعة وبين المتظاهرين السلميين. يعني البعض في حالة تأهب، لا يوجد كر وفر، لا يوجد أي مناوشات، الحمد لله. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد جودة، كنت معنا من الإسكندرية. ينظم عدد من ضباط الشرطة وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وإنشاء ناد للشرطة للدفاع عن حقوقهم. كان عدد من ضباط وأفراد الشرطة قد أعلنوا أمس الإضراب عن العمل في عدد من أقسام الشرطة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني أن عدد الأقسام التي أغلقها رجال الشرطة على مستوى الجمهورية بلغ أكثر من 30 قسما. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الزميل خالد أمين من داخل وزارة الداخلية. خالد أهلا بك معنا. أهلا بك. أستاذ خالد، هل هناك أي تواصل بين قيادات وزارة الداخلية وبين المحتجين حتى الآن؟ نعم، حتى الآن وفقا لما أكدته مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية فإن عدد أقسام الشرطة التي حدث فيها ما يشبه التوقف عن العمل قرابة 22، منهم 10 أقسام داخل القاهرة. بالنسبة لقطاع الأمن المركزي، هناك أيضا في قطاع المنصورة والإسماعيلية، ووفقا لما أكده مسؤول كبير بوزارة الداخلية فإن هذا لا يرقى إلى مفهوم الإضراب أو أثر أو يمكن أن يكون أثر على العمل، وإنما كانت رسالة من العاملين بجهاز الشرطة إلى الشعب وإلى المعنيين بالأمر بإبعاد الشرطة عن المواقف السياسية واكتفائها بالعمل ميدانيا من أجل الشعب، وبالإضافة إلى الحماية، المطالبة بحماية قانونية لرجال الشرطة أثناء تأدية واجباتهم. نعم. طيب يعني ما الاستعدادات، يعني هذا اللقاء الذي دار بين الوزير وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، هل لديك تفاصيل عنه؟ وزارة الداخلية لم تعلن تفاصيل معينة عن هذا اللقاء، ولكن هذا اللقاء كان من أجل التطورات سواء في بورسعيد أو في الدقهلية أو غيرها أو المنصورة أو الغربية، لكن لم يخرج بيان. نعم. عن هذا اللقاء.
لم يخرج بيان أو حتى تسريبات عن ما حدث ودار في هذا اللقاء. وزارة الداخلية لم تخرج أي بيانات رسمية أو حتى تسريبات عن هذا اللقاء، واكتفى بعض المسؤولين بالقول أن هذا اللقاء الذي تم بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية كان لإطلاع رئيس الجمهورية من قبل وزير الداخلية بتطورات الموقف الأمني في الأماكن الملتهبة، بالإضافة إلى الموقف الأمني العام وما تشهده المواقع الشرطية حاليا. نعم. خالد، سؤالي الأخير لك، يعني نحن قبل ساعات من إصدار محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة لحكمها في قضية السيد بورسعيد، هل هناك تأمينات معينة، استعدادات معينة من قبل الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية غدا بعد النطق بالحكم في قضية ملعب بورسعيد؟ بالتأكيد هناك إجراءات يمكن وصفها بأنها إجراءات على استثنائية أو متأهبة على درجة قصوى من الاستعدادات، بالتنسيق ما بين رجال الشرطة والقوات المسلحة. التأمين سيشمل محيط أكاديمية الشرطة من الساعات الأولى لصباح غد السبت لتأمين جلسة النطق بالحكم، فما يتضمنها من مستشارين وإعلاميين واحتمال تواجد كبير مكثف لألترس أهلاوي، بالإضافة إلى حماية والمواقع الهامة والمنشآت سواء في القاهرة أو المحافظات الأخرى وخاصة بورسعيد أيضا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل خالد أمين، كنت معنا من داخل وزارة الداخلية. قبل ساعات من إصدار محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة لحكمها في قضية أحداث سيد بورسعيد والتي يحاكم فيها 72 متهما من بينهم 21 متهما، طلبت المحكمة رأي مفتي الجمهورية في الحكم بإعدامهم. وقبل ساعات من النطق بالحكم تشهد المدينة حالة من الترقب، خاصة مع وقوع اشتباكات من حين لآخر بين محتجين وقوات الأمن في محيط مديرية الأمن وديوان عام المحافظة، كما دعت قوى شعبية إلى مسيرة تنطلق من ميدان الشهداء لدعم الاحتجاجات التي تطالب بالقصاص لضحايا أحداث العنف التي شهدتها المحافظة. معنا من هناك الزميل عبد العزيز مجاهد ليطلعنا على آخر التطورات لديه في بورسعيد. عبد العزيز. نعم ضحى، هناك هدوء حائر الآن في محيط مديرية أمن بورسعيد بعد أن استلمت قوات الجيش مبنى المديرية بشكل كامل، وانسحبت قوات الداخلية من محيط مديرية الأمن. الآن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني هو متواجد في محيط مديرية أمن بورسعيد ويتحدث مع المتظاهرين. اللواء أحمد وصفي وعد المتظاهرين بأن تعود بورسعيد الليلة إلى سادة عادية وأن تفتح المحال التي أغلقت، وشرع عدد من الجنود بمعاونة عدد من اللجان الشعبية في تنظيف محيط مديرية الأمن الآن وإزالة المخلفات المتراكمة جراء الاشتباكات التي خلفتها الأيام الماضية. نزول قوات الجيش واستلامها لمبنى المديرية استقبل بحفاوة من عدد من أهالي بورسعيد، فيما رأى عدد آخر أن نزول قوات الجيش جاء متأخرا وأنها كان يجب أن تتدخل منذ بداية الاشتباكات وتحميهم من ممارسات الداخلية. اللواء أحمد وصفي كذلك وعد المتظاهرين بأن تنتهي الاشتباكات تماما، وطلب من أهالي بورسعيد أن يساعدوه من خلال تشكيل لجان شعبية تعاون قوات الجيش في تأمين مبنى المديرية ومبنى المحافظة وأن تمنع الاعتداء عليها من المتظاهرين. وحينما طلبوا اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني طلبوا بعض الأهالي بالقصاص لشهداء بورسعيد الذين قضوا خلال الأيام الماضية، قال إنه سيرفع هذه المطالب للسيد وزير الدفاع وبالتالي سيرفعها السيد الوزير إلى السيد رئيس الجمهورية. حتى الآن نحن في محيط مديرية أمن بورسعيد ننتظر وصول عدد من المسيرات التي أعلن أنها ستتوجه إلى هنا إلى محيط مديريات الأمن، هناك عدد كبير من اللجان الشعبية المشكلة من أهالي بورسعيد تقف بين أمام قوات الجيش المتمركزة في محاولة لمنع أي احتكاك ربما ينشأ بين المتظاهرين وبين هذه المسيرات وبين قوات الجيش الثاني الميداني. ما زال حتى هذه اللحظة ما زال انتشار قوات الجيش يتم في محيط المديرية، ما زال الجنود يترافدون على هذه المنطقة، هناك عدد من القوات وعدد من العربات وعدد من المركبات العسكرية التي نجحت في الوصول إلى محيط المديرية في فتح عدد من الشوارع التي كانت قد أغلقت على مدار الأيام الماضية، فتحت هذه الشوارع وبدأت في تنظيف وإزالة المخلفات والركام من حول مبنى المديرية. فورا وصلت قوات الجيش إلى مبنى المديرية قامت بإغلاق المديرية بشكل كامل وانتحرت
القوات الداخلية بشكل كامل من محيط مديرية أمن بورسعيد. عبد العزيز تقول أن الجيش هو الذي يؤمن بشكل كامل وانسحبت الداخلية من محيط مديرية الأمن. نعم. ماذا عن نزول الجيش بشكل كامل؟ وايضا يعني اللواء عادل الغضبان هو احد اللواءات الموجودين هنا ضمن قوات الجيش، قال انه الجيش اليوم سوف يتسلم ايضا عدد من اقسام الشرطه قبل حكم الغد، قال انه سيتسلم هذه الاقسام وان الجيش سوف يفرض سيطرته على المدينه بشكل كامل وان القوات الداخليه ستنسحب اليوم بشكل كامل من مدينه بورسعيد. إذا مرة أخرى وزارة الداخلية ستنسحب بشكل كامل من تأمين المنشآت ومن التواجد في بورسعيد، والجيش يقوم بتأمين كامل لكل ما هو موجود في بورسعيد من منشآت يعني سيؤمن الناس حتى، صحيح هذه المعلومة؟ نعم، لكن قوات الجيش قالت انها ليس بامكانها التدخل لمنع الجرائم المدنية لانها لا تمتلك كل صفات القضاء ولا من مدينة بورسعيد. إذا مرة أخرى وزارة الداخلية ستنسحب بشكل كامل من تأمين المنشآت ومن التواجد في بورسعيد، والجيش يقوم بتأمين كامل لكل ما هو موجود في بورسعيد من منشآت يعني سيؤمن الناس حتى، صحيح هذه المعلومة؟ نعم، لكن قوات الجيش قالت انها ليس بامكانها التدخل لمنع الجرائم المدنيه لانها لا تمتلك سلطه خاصه القضاء ولا سلطه تحرير المحاضر ضد المخالفين. هذا قاله تحديدا اللواء عادل الغضبان، قال لعدد من المواطنين المتجمرين، قال انه يعني شرع بتلقي عدد من البلاغات لكنه لا يستطيع التعامل معها نظرا الى انه لا يمتلك سلطه الضغط القضائي. نعم. معنا كده السامعين ضحى الان الى يعني عدد من الاصوات التي يصفها المواطنين بسياراتهم يعني فرحا ويعني استبشارا بنزول قوات الجيش، هم يرحبون بنزول قوات الجيش ويهتفون الجيش الشعبي ايد واحده، والان ما زال التمركز يحدث حتى هذه اللحظه، وفي هذه اللحظه تحديدا يصل عدد اخر وعدد اكبر من المركبات الى محيط مديريه امن بورسعيد. أشكرك شكرا جزيلا الزميل عبد العزيز مجاهد، كنت معنا من بورسعيد، أشكرك جزيل الشكر. الآن مشاهدينا نشاهد هذا الجزء من الجولة التفقدية للواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وبحضور أيضا أهالي بورسعيد. اسمعوا يا جماعة لا عاوز خيمة ولا عاوز حد واقف، وعاوزين ننظف الريحه اللي موجوده دي والوسخه اللي موجوده دي وترجع بلدنا زي الاول. صح، من عينينا لسنا. كل اللي مطلوب مطالبك في رعايه يا فندم، عايزينهم يرجعوا بورسعيد تاني يا فندم. كل اللي انا عاوزه دلوقتي المجموعتين اللي هيعاونوني في التامين وفي عدم انا معاك كل حاجه باشا بالاسم بالاسم معايا انا مع حضرتك معايا انا ومع اللي هو ناصر مع اللي هو عادل غضبان احنا الثلاثه. النقطة الثانية مجموعتين تانيين يساعدوا رجالتي في ان احنا ننظف بقى الشوارع وننظف الحاجات دي برضه بالاسم. عاوز الناس تيجي تشوف بورسعيد يا حضرات، حرام عليك، عاوز بورسعيد عروسة لليلادي باذن الله باشا. محلات ما تقفلش، الناس افراح ترجع تاني، طبيعة الشغل يرجع تاني، الناس تعرف ايه هي بورسعيد، ايه اصل بورسعيد. بعد الناس اللي ماتت يا فندم، حق اللي ماتوا ده يا باشا في رقبته، قال في رقبته. اي مطالب تخص الشهداء، اي مطالب تخص الشهداء، اي مطالب تخص المتهمين، اي مطالب تخص المصابين ليا انا بعد اذن حضرتك وبيني وبين سياده الوزير مع لو سمحت كلمة. احنا مش عايزين لحظة يا جماعة، عايزين بس الناس ترجع هنا، مش عايزة فلوس الناس دي، عايزة الناس ترجع هنا يا فندم. احنا مش عايزين لحظة يا لحظة الفلوس اخر حاجة بنتكلم فيها، اخر حاجة الفلوس والله ما بتكلم عليها. لو سمحت اتكلم على والله يعني حضرتك تخيل ظهر عين بيسووها ملايين الجنيهات. مرحبا مرحبا. انا قعدت مع اسر الشهداء والدخله ما ترجعش تاني، ده اللي احنا عاوزينه. وقعدت مع اسر المصابين وقعدت مع اسر المتهمين، خلاص كل واحد عارف مطالبه هنفذها. لو سمحت عاوز الاربع مجموعات، المجموعتين اللي هيفتشوا والمجموعتين اللي هينضفوا. تعالوا يا باشا، قلت مطالبنا في الاسئله يا عم انا لواء. انت قلت الوزير، احنا مش عايزين مرسي.
احنا مش عايزين مرسي. لا 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 الكلام ده تفقدية للواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني. إلى محافظة الغربية، حيث يواصل ضباط وأفراد الأمن المركزي بقطاع وسط الدلتا إضرابهم عن العمل والاعتصام داخل مقر القطاع، وذلك احتجاجا على تعرضهم لاعتداءات متواصلة من قبل المتظاهرين. هذا ويطالب ضباط وأفراد الأمن المركزي بتسليحهم وإقالة وزير الداخلية، كما أعلنوا عدم أداء أي مأموريات تخص المظاهرات أو مواجهة المتظاهرين. نذهب الآن إلى الزميل محمد جمعة من محافظة الغربية، تحديدا من طنطا، وهذه اللقاءات. الغربية عقب اشتباكات دارت بالامس بين متظاهرين امام قسم شرطة قسم ثاني المحلة الكبرى، احتجاجا منهم على مقتل 4 اشخاص في المدينة بالامس، وقالوا انهم قتلوا برصاص قوات الشرطة. سادت حالة من الهدوء عقب الاشتباكات التي دارت حتى الساعات الاولى من الصباح، ووقع فيها عدد من المصابين وتم نقلهم الى المستشفيات. نحن الآن في محافظة الغربية للتعرف على آراء المواطنين في حالة التوتر التي تسود الشارع وكيف يمكن الانتهاء منها. تعرف عليك حاجة؟ أيوة يا فندم، محمد طه مشعل. محمد أنت بتشتغل إيه؟ سواق حاليا. طيب يا حاج، في خلال سيرك في الشوارع وممارسة عملك، يعني أنت بتشوف حالة التوتر موجودة في الشارع وحالة العنف بتبقى سببها إيه؟ يعني طالبين من الله إن العالم كلها تحب بعضيها. ايه السبب؟ بتشوف ايه السبب من وجهة نظرك؟ بشوف السبب الناس طبعا اللي ما عندوش شغل عاوز يشتغل، واللي عاوز كل واحد في مخه حاجة عاوز يعملها. احنا عاوزين الاستقرار، الناس تبقى مع بعضها كويسة وتحب بعضيها والبلد تبقى كويسة والحمد لله. طب حاجة محمد، انت بتشوف السبب يعني حاجات اجتماعية، يعني واحد عايز يشتغل او مش لاقي شغل فهو بيعمل كده، ولا اسباب سياسية؟ لا مفهومة دي يا بيه، مفهومة ان الواحد يبقى بيضع غصب عنه، شاف الحال اللي طلع من حاجه بقاله 30 سنه كان محروم منها من ده، واخد بال ستك؟ يعني محروم من 30 سنه وما صدق ان ربنا كرم الناس الطيبين دول، عاوزين كلهم يعيشوا مع بعض كويس ومحدش بياخد زياده عن رزقه. طب انت يعني انت بتقول عايزين كلهم يعيشوا جنب بعض او مع بعض، انت شايف ازاي يحدث تقارب بين الناس في الشارع او القوى السياسيه بصفه عامه؟ والله يعني احنا نشوف بعضينا، يعني سيادتك لازم نقف مع بعضينا. انا غلطت بكلمه تصلحها لي، انت غلطت بكلمه صلحها لك، ما يبقاش يعني العمليه مثلا انا غلطت تقف عليها، لا لازم نتفاهم مع بعضينا، نتفاوض مع بعض، هو ده الحل. شكرا ليك. اتعرف عليك حاجة؟ نعم. قبل يزيد محمد، يعني حاجة ابو يزيد، يعني ازاي بتشوف حاله التوتر موجوده في الشارع وكيف يمكن الانتهاء منها؟ اولا انت شايف الشارع عوض كله هدوء الحمد لله، الناس بتبيع وبتشتري. التوتر ده بيبقى في بعض اماكن محدوده زي مبنى المحافظه دايما ومديريات الامن، لكن وسائل الاعلام للاسف وبعضها بل اكثرها بيصور الدنيا كلها والبلد كلها كانها في احتقان وكانها في فلع وكانها في كذا. انت شايف الناس بتبيع وبتشتري، شايف الزحام والناس زي الفل. يعني من شويه انا كده وانت شايف كان حوالي 30 نقول 30 ايه 30 بلطجي ماشيين وعمالين بيسبوا بيعملوا كلام مش يعني مش ممكن يكون ليه مطالب سياسيه لا يمكن وصفه بانهم بلطجي يعني. نعم يعني بنفرقش بين اللي له مطالب سياسيه وبين اللي هو له مطالب سياسيه، ده هو ده اللي قام بالصبر، له مطالب سياسيه ده عنده وعي. ازاي نقدر نفرق بين البلطجي وبين اللي ليه طالع في مسيره او مظاهره يعني؟ والله اي واحد منهم، اي واحد يعتدى على منشاه، يمسك طوبه، يسب رجل الشرطه، يعبث بالامن، يوقف حال العالم، يقطع طريق، يبقى بلطجي. لان السياسه لها الحوار ولها 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 طرق كتير جدا. طب رايك ايه رايك في دخول ضباط الامن المركزي اضراب احتجاجا على سياسه الوزاره في الفتره الاخيره؟
ضباط الامن المركزي، لان لو ما اعتداء لقوا ان في اعتداء من الكتيبة البلطجية عليهم وبعدين بيموت الضابط بيموت الشرطي ما بيبقاش شهيد. لكن التالي بيقول عليه اولا ما بيقولكش مثلا بيقولك المتظاهرين المحتجين اوام الشهداء. الشهداء ازاي هو شهيد هو بيعتدي، ازاي شهيد هو بيحرق، ازاي هو شهيد هو بيد الانقسام. الناس عايزه رغيف العيش، عايزه الامان، عايزه الاستقرار، عايزين الحب. شايف ازاي ممكن تنتهي هذه الحاله من التوتر في الشارع؟ تنتهي التوتر في الشارع اذا احتوينا المعارضه، اذا بتوع جبهه الانقاذ وبتوع المعارضه خدت بال حضرتك قعدهم وعرفهم بان الله حق ويتقوا ربنا سبحانه وتعالى، يتقوا ربنا سبحانه وتعالى. التراحم والتآلف هو المطلوب دلوقتي، التآزر. لكن الانقسامات وكل ده هيؤدي الى التفرقه، هيؤدي الى ضعف الدوله، هيؤدي الى وقف الحال. انت بتقول ان يعني دايما المتصدر المشهد هو احداث الشغب واحداث العنف. احداث الشغب والعنف. قول لي سيادتك حاجه، رجل الشرطه ده مين اللي راح له؟ هو اللي راح للمتظاهرين ولا المتظاهرين اللي راحوا له؟ انت بتشوف صبيه، الصبيه دول فين اهاليهم؟ فين دور المدرسه؟ فين دور وسائل الاعلام؟ فين وفين وفين وفين؟ الصبيه دول هم بيجوا صبيه واطفال، شفتهم امبارح على جميع القنوات وعلى الجزيره ماشي عندكم على الهواء. شكرا ليك. تعرف عليك؟ ابراهيم ابو المجد تاجر حديد. ايه؟ ابراهيم ابو المجد تاجر حديد. ابراهيم انت تاجر، يعني قول لي انت بتشوف ازاي السوق دلوقتي وحركه البيع والشراء وتاثير العنف على حركه البيع والشراء؟ والله حضرتك هو موضوع حركه البيع والشراء دي بتبقى مساله نسبيه. لما تلاقي حضرتك ان مثلا الجو دلوقتي مليان مظاهرات ومليان احتجاجات ومليان فانت دلوقتي مش هتقدر تعمل حاجه ولا تطلع قدام خطوه واحده. فبتاثر على حركه البيع كل ما ازدادت الاحتجاجات وازدادت المشاكل. انما احنا في طنطا هنا الموضوع هادي الحمد لله. بدات حركه البيع والشراء تبدا تاني زي الاول وبدا الهدوء ينزل في الشارع كله بقى. انت شايف من وجهه نظرك ايه اللي بيبقى سبب العنف او ايه اللي بيؤدي الى العنف والتوتر؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، في ثوره 25 يناير كان في فكره عند كل واحد نزل الشارع عشان فكره معينه عايز يحققها. ما شفناش اللي احنا بنشوفه دلوقتي. لان الفرق ما بين دلوقتي والاول ان الاول كان في فكره عايزين نحققها وحققناها الحمد لله، بس دلوقتي بتلاقي معظم الطوائف اللي في الشارع في احتجاجات او في مظاهرات. بتلاقي معظم لو جيت تسال واحد مثلا طب انت ايه فكرتك في التغيير مثلا ما يديكش حل معين. او طب انا عندي اقتراح مثلا، جبهه الانقاذ لو عندها حد عنده الكفاءه اكتر من الرئيس محمد مرسي يقدم خطه زي مشروع النهضه اللي اتقدم. طيب عشان لا انا ما نستفدش يعني كيف يمكن انهاء حاله التوتر في الشارع في وجهه نظرك؟ والله حاله التوتر انا شايف ان مهما بيتقال دلوقتي ان الشرطه بتعمل وبتعمل وبتعمل، انا شايف ان الشرطه دلوقتي مش زي الاول برضه. يعني رايك في دخول بعض ضباط الامن المركزي في اضراب اعتراضهم على سياسه الوزاره؟ الله يبارك لك. دلوقتي هو دلوقتي الضابط لما بيجي يمارس عمله زي ما كان بيمارسه الاول، زي ما كان بيمارسه الاول بيلاقي ان هو بيشيل لوم اكبر من حقه. هو دلوقتي مطالب ان هو يقف في الشارع قدام المظاهرات يتحدف عليه طوب يتشتم يتهزق، لازم يقف ما يعملش اي حاجه. لانه لو اتكلم اتعرف عليك عايز يتكلم الحقيقه في البلد وضعها يعني زي الزفت. ليه بقى؟ كل الدنيا حل على كل وقف. انا بكلمك كلام دغري. انت شايف ايه السبب اللي خلى حل البلد يقف؟ السبب العام ما فيش ولا كبير ولا صغير. من الاخر كده لا في ولا واحد بيحترم الصغير ولا يحترم الكبير والعمليه باظه والبلد باظ اساسا. كل البلد وقف. ازاي في الشيء الحل ممكن يكون ازاي او الخروج من هذه الازمه وهذا المأزق؟ الحل لما تشوف الحل هيجي الحل من الصيبه. لما فيش حل يا عم الحاج والله ما في حل صحيح. العمليه واقفه خلاص. بص تعرف عليك هيثم اسود. هيثم. هيثم بتشتغل ايه؟ انا شغال هنا في المعرض في شارع خان في الملابس الجاهزه. هيثم انت بتشوف حاله التوتر في الشارع يعني اما بيحصل عنف او يحصل مظاهرات بتشوفها ازاي؟ بيبقى ناس كتير مهمومين وشويه قاعد صغيره وكل عمال بيحدف الطوب والبلد حاله بتنهار والدنيا بايظه يعني. وهو دوت اللي موجود دلوقتي حاليا. بس طيب رايك في دخول الضباط في ضباط الامن المركزي في اضراب احتجاجا على تعرضهم للاهانه والضرب والسب من المتظاهرين؟ هما برضك لازم هيضربوا. ما ساعات الشوط عيال صغيره كل عبال بيحدف في الطوب. انا استناك بقى تيجي تعورني وانا واقف اساسا بحميك فمش هينفع. هو الوضع يعني كله مش مظبوط.
طب ازاي الوضع يتعادل او ازاي الوضع يتزل؟ الوضع يتعادل بقى ان الحال يمشي بقى وكل واحد يخليه في حاله ويمشي بس خلاص يعني، واحنا كلنا عايزين حال البلد يتظبط وخلاص. بعض القوى والمظاهرات التي تخرج تقول انها تطالب بحقوق المواطنين وتطالب بتحسين الخبز وتحسين الخدمات المقدمه للمواطن. كل حاجه بتمشي واحده واحده، مفيش حاجه بتيجي مره واحده. انت لو عايز تبني عماره ما انت هتبنيها واحده واحده وتطلع، مش هتطلع في يوم يعني. العماره هتتبنى في يوم لازم هتاخد وقت. شكرا ليك، اتعرف عليك. محمد سالم. حاج محمد، انت شايف ازاي حاله التوتر موجوده في الشارع؟ والله هي البلد كلها واقفه بقالها اكتر من يمكن من ايام الثوره الاولانيه من 25 يناير من 2011 لغايه النهارده البلد حالها واقفه. ما احناش شايفين. شايف ايه اللي بيزود هذه الحاله او ايه اللي بيؤدي الى التوتر؟ والله احنا ما احناش عارفين، دي لها ناس مختصه، ناس سياسيين، ما احناش عارفين ايه الوضع بتاع البلد شكله. وضع البلد شكله ما حدش عارفه، انا كنت تاجر وبوزع هنا في قلب طنط. فما احناش عارفين ايه اللي وقف البلد، حاله وقف والشغل وقف والدنيا وقف. ايه اللي بيوقفها يعني؟ انت شايف من وجهه نظرك ايه اللي بيوقف حال البلد؟ الاقتصاد واقع وكل حاجه وكل حاجه، والدولار زي ما انت شايف عمال يرتفع، وبعدين يقولوا لك ده الدولار. طب رايك في دخول ضباط الامن المركزي على مستوى الجمهوريه في اضراب او متوقفين عن العمل؟ والله احنا لغايه النهارده ما لناش اختلاط بالناس دي، الناس دول في حالهم واحنا في حالنا، اذا كان في ناس بتعديهم هم دول بقى اللي عايزين نحاسبهم نتصرف معاهم نشوف في ايه الدنيا شكلها. تعرف عليك. السلام عليكم. نبيل عبد السلام، صاحب ورشه احذيه حريمي. نبيل، انت شايف حاله التوتر موجوده في الشارع؟ حاله التوتر من الناحيه الاقتصاديه، الناس مش عارفه تعيش، هي الناس لو عارفه تعيش وفي شغل مش هيبقى في التوتر ده موجود، هي كلها حاله اقتصاديه. في ناس من الشباب مالهاش دعوه بالسياسه خالص، بتدور على اكل عيشها بس. الناس دي تعبانه. الناس دي تعبانه مش لاقيه اكل عيشها. انت شايف ان في طبقه كبيره او عريضه من المجتمع لا تهتم باللي بيحصل في البلد، ويعني يعني اهم حاجه عنده سياستها اكل العيش، بياكل عيش يبقى دي سياسته، لا اكل العيش يبقى هو مظبوط، انا كده مش لاقيين اكل العيش. طيب رايك كيف يمكن انهاء هذه الحاله في التوتر في الشارع؟ انهاء الحاله ديت هي الدوله، هي الحكومه والرئاسه تنزل للناس، تنزل للناس. احنا انتخبنا رئيس مرسي ليه؟ عشان ينزل الناس ويشوف الناس عايزه ايه. انتهى الاضراب يعني، دخل ضباط الامن المركزي في الاضراب منذ اول امس او منذ عده ايام، يعني محتجين على ما يتعرضون له في الشارع من ضرب. هم من حقهم، هم من حقهم، لان هم ناس زينا زيهم، الناس هي عيال صغيره بتطلع تضربهم. شكرا ليك، اتعرف عليك. محمد صلاح. محمد صلاح، قائد قطار بسكك حديد مصر. حضرتك احنا عايزين حكومه تنزل تمشي في الشارع، اذا كان وزير اسكان ينزل يشوف مطالب الناس، وطرق الكباري يشوف مطالب الناس، مرور، كل من هو مسؤول ينزل الشارع يشوف مطالب الناس ايه. عايزين الناس تشتغل. انت قائد قطار، يعني انت بتشوف الاعتصامات يعني اللي بتبقى على اللي بتقطع شريط القطر بتشوفها ازاي؟ بص حضرتك، الناس تعبانه غصب عنهم، بيعملوا اضرابات وبيقطعوا السكه، واخد بال حضرتك؟ انا كراجل قائد قطار ما اقدرش ان انا يعني اعرضهم في حاجه، ادوس عليهم وانا بتعذر الناس يعني. بعذر الناس، الناس تعبانه، كل الناس تعبانه، الحياه في غلاء، انا حضرتك باخد 1000 جنيه، باخد 1000 جنيه، قاعد في ايجار ب 500 جنيه، وبعيش ب 500 جنيه. انت واخد بال حضرتك؟ عايزين برضو الحد الادنى والحد الاقصى، الحكومه مش عايزه تتحرك، مفيش حد من المسؤولين. طب رايك في دخول ضباط الامن المركزي في اضراب او توقف على العمل حتى تحسين اوضاعهم؟ برضو الشرطه والداخليه مظلومين. الشرطه والداخليه مظلومين لانهم برضو بيتعرضوا لاهانه وبيتعرضوا للقتل وبيتعرضوا لحاجات كتير. عايزين الحكومه تنزل تعمل مصالحه ما بين الداخليه وما بين الشعب. الحكومه تنزل يعني الفتره الاخيره كان في ترحيب من المواطنين بنزول الداخليه وكان في ترحيب بس في ناس طرف ثالث، زي ما بنقول كل مره طرف ثالث، اللي هم الشباب الصغيرين اللي مش لاقيين شغل والبلطجيه. شكرا لك. تعالي يا حاج عايزه انا بقول له الرئيس، انا عايزه اثبت، انا بقالي 17 سنه في المستشفى المنشاوي موسمي. طب انت شغاله بقالك 17 سنه في ناس مش لاقيه شغل خالص. طب ما هم 250 والمواصلات غاليه، انا باجي كل شويه بتوع الاوتوبيسات يقول لك بقت بجنيه. رايك يا حاجه اللي بيبص للمطالب دي مطالب فئويه، يعني بيقول لك ان دي مش وقتها ومطالب فئويه؟ امال انه وقتها يا استاذنا الفاضل؟ طب انه وقتها ما هو شايفه حاله التوتر موجوده في الشارع ازاي؟ احنا بنخاف واحنا ماشيين، وبنخاف في بيوتنا، وبخاف على بناتي. من ايه بقى؟ بخاف على من البلطجيه.
عيالي بخاف عليهم، بنتي ما مرضتهاش المدرسة بخاف عليها. ازاي هذه الحالة تنتهي يا حاج؟ والله بقى مشوه بقى لازم الشعب ومع الجيش ومع كل ده بره. شكرا لك، هتعرف عليك؟ كمال عرفة. حاج جمال انت بتشتغل ايه؟ نعم فندم، انا تاجر. انت كيف ترى حالة التوتر الموجودة في الشارع في الشارع المصري حاليا؟ التوتر ده طبيعي بعد ثورة وبعد فك وبعد ما ضربت الداخلية على ايد الاخوان المسلمين في الثورة، فكان لازم يحصل اعادة تأهيل، ما حصلتش اعادة التأهيل. يعني حضرتك يعني لا يمكن القاء اتهامات على اي طرف من الاطراف؟ اعتقد ما قيل ان دي مسألة تقريبا حسمت من ضرب الشرطة يوم 28 يناير، مسألة تقريبا حسمت. انت شايف ازاي ممكن انهاء حالة الانقسام والتوتر موجودة في الشارع؟ انت اتكلمنا عن حالة انقسام ازاي وهو في فصيل واحد التوتر موجود في الشارع، في فصيل واحد بيحاول يحتكر السلطة، بيحاول يحتكر المال، بيحاول وظف 13 او عين او رقى 13 الف موظف اخواني ووصلهم ان هم يبقوا في مناصب. اعتقد ان هتقول لي فين بقى حاله الانقسام ده، لازم تستمر. شكرا لك. اذا مشاهدينا يعني نقلنا لكم اراء المواطنين في محيط مسجد السيد البدوي حول حاله التوتر الموجوده في الشارع وكيف يمكن انهاؤها. شكرا لكم وتابعونا. بالنسبه للجهات اللي بتعمل في الارض. شكرا لك زميل محمد جمعة، كنت معنا في هذه اللقاءات من محافظة الغربية. الآن نذهب مشاهدينا إلى محافظة سوهاج، أيضا هناك إضراب عدد من ضباط الشرطة الذين أغلقوا عدة مقار أمنية للمطالبة بتسليحهم وعدم الدفع بهم في المواجهات مع المتظاهرين. ينضم إلينا من سوهاج الصحفي طه الهوي. طه، ما الجديد لديك؟ زميلة ضحى أحييك. أولا الأحوال الأمنية هنا أو الصورة الأمنية في سوهاج أصبحت معقدة للغاية. الصورة تنقسم إلى نصفين، النصف الأبيض منها هو ذلك الإنجاز الذي حققه بالأمس اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج مع مساعديه ومع قيادات المديرية في وضع أطر سليمة لتحقيق التصالح بين الخلافات الدائرة بين العرب والهوارة والاتفاق على إقامة صادقات العزاء بين الجانبين. هذا هو الجانب الأبيض. أما الجانب الأسود من الصورة هو ذلك الاعتصام الذي دخل يوميه العاشر هنا بمحافظة سوهاج، اعتصام وإضراب أمناء الشرطة في أقسام: قسم أول شرطة سوهاج وقسم شرطة طحطة وقسم شرطة طيمة ومركز شرطة طيمة ومركز شرطة جهينة. هذا الإضراب الذي أوجد شلل تام هنا بهذه الأقسام والمراكز، بمعنى أنه تم وقف جميع المعاملات الأمنية، جميع المأموريات، جميع الحراسات من هذه الأقسام والمراكز بسبب إضراب الأمناء. أمناء الشرطة لهم مطالب عديدة، يقولون أنهم في حاجة إلى تسليح، في حاجة إلى أجهزة حديثة، في حاجة إلى سيارات حديثة، في حاجة إلى وقوف القيادات الأمنية معهم عندما يلقون القبض على بعض البلطجية والمجرمين أو المطلوبين على قضايا تنفيذ أحكام. يقولون أن الدعم من قياداتهم غير متوفر لهم تماما. هم أيضا لهم مطالب بتغيير بعض القيادات، هذه القيادات تم تسميتها بالاسم. على إثر هذه الأحوال والإضرابات والاعتصامات، طبعا اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج التقى بأمناء في أكثر من مركز وقسم شرطة، وعدهم بأنه سوف يتم فتح تحقيق كبير في الاتهامات الموجهة لبعض القيادات في هذه الأقسام والمراكز، وأوضح لهم أنه إذا ثبت أن هذه القيادات متورطة أو متخاذلة في عملها فسوف يتخذ إجراء قانوني ضدهم تماما. لكنهم لم يطمئنوا إلى ذلك ووصلوا إضرابهم. في المقابل الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج انتقل إلى أمناء الشرطة المضربين بقسم شرطة طحطة، عقد معهم جلسة حوار، استمع إلى مطالبهم، حاول أن يثنيهم عن الإضراب إلا أنهم رفضوا، إلا بعد أن يتم تماما تحقيق مطالبهم في إقالة بعض القيادات، في تسليحهم، في إيجاد عمل أمني حقيقي على أرض الواقع. هم يقولون أن بعض الأعمال الأمنية والمأموريات التي تتم هي مأموريات صورية على أرض الواقع. أيضا لمدة أربعة أيام أمناء الشرطة بالإدارة العامة لمرور سوهاج بقلب مدينة سوهاج أغلقوا هذه الإدارة تماما بالسلاسل والجنازير، أوقفوا جميع الأعمال. هم يطالبون بفتح تحقيقات مع بعض هذه قيادات المرور
يقولون ان هناك محادثات ماليه ويقولون ان هناك سيارات مع يعني مدير الاداره، لكن طبعا التحقيقات حتى الان جاريه. محافظ سوهاج اوفد او قام بالدفع بلجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في او للوقف على الوقوف على المخالفات الاداره العامه للمرور اذا كانت هذه حقيقه. تفضلي ضحى. اشكرك شكرا جزيلا الزميل طه الهوي. الآن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير يتخلل موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة سارة رأفة، ثم نعود ونستكمل هذه الجولة الإخبارية.